أمي، هذا أول صباح أستيقظ فيه ولا أراك تبتسمين لي. أنت فتاة طيبة وأنا أحبك كثيرا. وأنا أيضا. أن تأكلي فعليك أن تعملي. هذا هو قانون فرقة فيتاليس. لقد أحضر الكلاب خشبا لإشعال النار، وأحضرت ماء للشرب. فما الذي فعلته ريمي الكسول؟ كانت تبكي كالضعفاء. أنا لم أكن أبكي. أقصد لست فتاة كسولا، أستطيع القيام بأي عمل. فماذا تريد؟ أريدك أن تحفظي دورك أولا. دوري؟ ستؤدين دورا مع الفرقة. ماذا؟ سألعب؟ ستقولين جملة واحدة فقط. انظري. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون خادمتك الجديدة هنا. هيا قوليها يا ريمي، هيا. هيا يا ريمي. يا ربان، ربان. صباح الخير أيها الربان جولي كور. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون خادمتك. لن يستطيع أحد سماعك مع هذا الصوت المنخفض. تدربي على هذه الجملة حتى تتقنيها. هيا أيتها الكسول. لماذا يقول إنني كسول؟ ما رأيك؟ ها؟ حسناً. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون خادمتك الجديدة. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون خادمتك الجديدة. ها؟ لقد أتقنتها. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون خادمتك الجديدة. صباح الخير أيها الربان جولي كور، يسعدني أن أكون نعم يا جولي كور، سنصل إلى بلدة يوسيل. بلدة يوسيل؟ ما أجملها! هذه هي البلدة؟ نعم، وسنقدم عرضنا فيها، وسأشتري لك بعض الملابس أيضا. ملابس؟ ما رأيك في هذا الثوب يا ريمي؟ رائع! لقد أحسنت الاختيار يا آنسة. آنسة؟ هل يعنيني أنا؟
ألا تريدينه يا آنستي؟ نريد أن نرى المزيد من الأثواب. حاضر، كما تشاء يا سيدي. لا لا، أريد ثوبا يلفت الأنظار أكثر. لا لا، نعم هذا جيد. نعم إنه مناسب جدا. هل يمكنني استعارة مقص؟ ماذا فعل؟ سنقدم غدا أول عرض لنا، وهذا الثوب مناسب لريمي. بهذا الثوب؟ انظروا إلى هذه التحف التي وصلت بالأمس، إنها من باريس. الغدر تحتاج إلى اللحوم، واللحوم غالية. ذهبنا إليه بالأمس ولم نجده. كيف يمكنني أن أظهر أمام هذا الحشد من الناس؟ أعرف ذلك، لقد تدربت جيدا على تأدية دوري، ولا شأن لك أنت. حسنا، ها قد وصلت فرقة فيتاليس، هيا بنا الآن. ماذا ستطبخين اليوم للأولاد؟ لطيف جدا. اضربي بقوة، أقوى أقوى. فرقة جوالة تقدم رائعة جدا. ماذا حدث لها؟ فعلت ذلك عمدا. لا أظن أنها بارعة إلى هذا الحد. أيها الجمهور الكريم، هذه فرقة فيتاليس الفنية، ونرجو أن تعجبكم عروضنا. حسنا، سنقدم اليوم عرضا خاصا. انظروا إلى هذه الروعة. كيف استطاع تدريبها؟ هذا كلب رائع. نتمنى أن تستمتعوا بمشاهدتنا. حقا عمل رائع. سنقدم لكم الآن فقرة جديدة نحن نقدمها لأول مرة، وهي هديتنا لبلدتكم الجميلة. هذه الفقرة تدعى الربان جليكور وخادمته، صفقوا لها. جاء دوري. الربان الشهير جليكور مستاء هذا اليوم، لأن كل الخدم الذين وظفهم مؤخرا يتقاعسون في خدمته. صباح الخير أيها الربان. الآن دوري. عند ذلك قرر جوليكور أن يوظف خادمة جديدة. صباح الخير أيها الربان.
أظن أنه جزء من العرض. وكما ترون كانت الخادمة الجديدة بلهاء جدا، لذا فضل الاعتماد على القدماء. حيوانات ذكية. يا للروعة. هي أيتها الممثلة الجديدة، تعلمي من الحيوانات فهي أذكى منك بكثير. حسنا عرضنا انتهى، أرجو أن تدفع لنا نقودا لنأتي ثانية في الغد. ثلاثة فرنكات وعشرون قرشا، لا بأس بهذا. تدربت مرات كثيرة، فلماذا أخفقت أمام الناس؟ ما بك أيتها الكسول؟ أنا لست كسولا ولا بلهاء. ما رأيك أن تغني في العرض القادم يا ريمي؟ ربما كنت بارعة في الغناء أكثر. احتفظي بالكيس، علي أن أذهب لإيجاد مكان نبيت فيه ليلتنا. حسنا. انتبهي للكيس جيدا. كابي ابقى هنا. ماذا تريدين يا ساندرا؟ أنت جائعة؟ ريس! عاد النقود أيها الصبي! هيا عاد النقود إلينا! توقف! امسكوا يا كابي! كابي أسرع! ريمي أين أنت؟ رأيتها تلحق بصبي صغير سرق نقودها. ماذا سأفعل الآن؟ أنا حائرة. أعرفت مكانه؟ هل وجدتماها؟ ستشفين يا أمي، سأحضر لك الدواء. ابقي مستلقية. ريز، كيف سندفع للطبيب أجرة المعالجة؟ نحن فقراء. لا تقلقي يا أمي، لقد أحضرت المال. ماذا؟ ريز، كيف حصلت على المال يا بني؟ لقد وجدته. والدي أرسل لنا هذا المال لمعالجتك يا أمي. ريز، سأنادي الطبيب، لن أتأخر. أنا آسف، سامحني يا عم. لا بأس، المال كان هدية من والدك لمعالجة أمك. سيدي، لن أكرر ذلك. أحضر الطبيب بسرعة يا بني. شكرا لك أيها الرجل الطيب. سنترك له المال لمعالجة والدته، أليس كذلك؟ ولكن ماذا أقول للعنفيتالس عندما يعود؟ في العرض القادم أريد منك أن تغني. أغني؟ نعم تغني. أهال، لقد وجدتها. ها؟
كيف حدث ذلك؟ سيدي، أتسمع أغنية؟ أغنية؟ أها، تقصدين أن هذا الكلب يغني؟ لا، أنا أغني. هذا ما ينقصنا. دعها وتابع حديثك. سيدي، أتريد سماع عن طريقي. أتحب سماع أغنية؟ عفوا سيدتي، أرجو أن تستمعي لأغنيتي. إن أعجبتك فادفعي بعض المال، وإن لم تعجبك فلا تدفعي شيئا. أتوافقين؟ لن أستمع ولو كان بالمجان. هذا الأمر ليس سهلا. مرحبا. نانا، كيف أتيت؟ أنا لست نانا، اسمي كاتلين الصغيرة. آسفة، ولكن تشبهين أختي كثيرا. مرحبا، ابنتي كاتلين رأتك في الساحة وأرادت سماع أغنيتك، فلحقت بك كل هذه المسافة لتطلب منك ذلك. نحن يا آنسة لسنا من الأغنياء ولن نستطيع أن ندفع الكثير، فهل تغنين لها؟ أرجوك غني لي. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تسهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي، أبدا لم تتململي. يا شمعة دربي، يا بلسم الزمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. شكرا لك، لم أسمع مثل هذه الأغنية. هيا يا كاتلين، خذي. وشكرا لك يا صديقتي. آسف، لا أملك إلا هذه القطعة. لا بأس، شكرا لك يا سيدي. هيا يا عزيزتي، والدتك في انتظارنا في المنزل. إلى اللقاء يا صديقتي. إلى اللقاء يا كاتلين. أنا آسفة، لقد أضعت النقود وبقي هذا. احتفظي بها لأنها أول قطعة نقدية تكسبينها، إنها أثمن قطعة لديك. هيا يا ريمي لنذهب. عم فيتاليس، شكرا جزيلا. أنت طيبة. قم
كنت مع العم فيتاليس بزيارة لمكتبة البلدة وشاهدت كتابا فيه قصص شائقة، لكن ثمنه كان غاليا جدا ولم أكن أستطيع القراءة. ريمي، أعدك أن أعلمك القراءة والكتابة في أسرع وقت ممكن.